مرتي. ماذا؟ زيتونة؟ زيتونة تحتاجين إلى مساعدة؟ هل قلت نجارا؟ ساعتي في الحال وبسرعة. زيتونة، هذا أنا جاركم النجار، جئت لتقديم المساعدة. تفضل بالدخول. انتبهي جيدا، أنا أطير أطير. أنا باباي رجل الطيران. أهلا بك يا باباي. أين المهبط هنا؟ بيتي، أين أنت يا بابا؟ مرحبا زيتونة، سيصل النجار في الحال. شخص واحد سيقدم المساعدة، أتعرف من هو؟ أنا. استمع إلي جيدا، أنا لا أسمح لأي شخص كان أن يعبث ببيتي أبدا أبدا. هدايا يا زيتونة، سأصلح كل شيء. والآن أي أقدر جهودك. سأحطمك. كنت أريد فقط أن أعلق صورتي. سترين كيف يعمل الخبراء. ماذا؟ خبراء إذن؟ ما زال تحت سيطرتي. مسمار سيء. مسمار فاسد. لن تأبلى. لن تهرب مني أبدا. إذن أنت من يقوم بكل هذا هنا. أخبرني، لماذا تسبب لي كل هذه المتاعب؟ رحت يا باباي. الآن المسمار جاهز للصورة. باباي، كل هذا الجهد المبذول من أجل صورة هذا الأبلة. انتبه، أحذرك، فأنت تتحدث عن زوجي. اسمعك أبدا. بابا، أشعر بجوعك البسيط وقدمي تؤلمني. أنا أسمعك يا زيتونة رغم أن المسافة بعيدة جدا. ولا أرى بشكل واضح، كان وقت الطيران. ماذا؟
يا لبيت الجميل. هدايا زيتونة، باباي هنا وسيصلح كل شيء. تفضل وارنا مهارتك أيها النجار الماهر. أنا باباي يا باباي، لقد قمت بعمل رائع، ولكن بقيت لدينا مشكلة صغيرة، فصورتي ما زالت غير معلقة. أمرك سيدتي، سأعلق صورتي أولا، فأنا لا أقل وسامة عن زيتونة. دندرندر ماذا؟ يمكنك أن تمارس الرياضة في حديقة منزلك، ويمكن أن تقوم بذلك في الملاعب الرسمية المخصصة لها. وليس مهما أن نفوز بالسباق، المهم أن نصل. العقل السليم، الجسم السليم، اسمع نصائح باباي. تراجع يا فلفل، يبدو أن الأمر خطير. بهذه الطريقة تصبح الأمور أفضل. هذا عجيب، لكني لم أطلب شيئا كهذا. انتظري، لدي طريقة فعالة لفتح هذا الصندوق. لا تخافي، ولكن حاولي أن تبقي بعيدة، لا تتركيني وحيدا. ترى من يكون هذا؟ خذ حذرك يا بوبان. عالم أثار معروف، جئتكم بطريقة سرية، فأنا بحاجة إلى خدماتكم للبحث عن كنوز كليوباترا. لماذا أقول أنا بذلك؟ شركتنا كلها بخدمتك يا سيدي، ودائما جاهزون. ظل الآثار الضخمة النادرة، ما معنى هذا؟ أظنني فهم، سأكون هناك أولا. بسرعة استعدوا للانطلاق.
كوني نشيطة. أنا جاهزة. دار المحرك. انطلاق. كيف سيعيد حركتهم لأحسب على عالم الأثار؟ ماذا حدث؟ الوقت غير مناسب لمثل هذا. عالم الأثار لي. والآن نحن يكون ذكي اليوم. يا للعار. فعلها بلوتو. ياو. لما تركت قيادة العجلة؟ كيف أسيطر على الموقف؟ تزلج رائع ممتع حقا. طبعا، ولكن دعينا الآن ننقذ العالم. لن تتمكنوا من بلوتو أبدا. لم أعد أراهم. من يا زيتونة؟ سنتغلب على هذه المشكلة. الأشرعة أول فوق المدخنة. تابع الآن. كيف فعل ذلك؟ يجب أن أجد طريقة للهرب. لن يحصلوا على ما يريدون. إنها فرصتي. انظر سمكة كبيرة طائرة. لقد أبطل عمل الأشرعة. هيا ساعديني يا زيتونة. يبدو أنني قد ضعت. أنا الآن في مشكلة. مطر، رياح، طقس غارب، لا شيء يمنع باباي من متابعة مهمته. أنا سعيد بلقائك. هل اللغز في ظل الآثار الضخمة النادرة يشير إلى التلة الرملية الصغيرة الكنز؟ أنا بلوتو. ستكون لي وحدي ولن يشاركني أحد، ولكن بعد أن أتأكد أن لا أحد يلحق بي. ما رأيك لو اتجهت إلى هنا؟ هذا أفضل أليس كذلك؟ لا بد من استخدام السبانخ. لم أعد أحتمل العاصفة. لن يقترب أحد من كرتي الجميلة، إنها لي. بابا، إنت تشوف المشابه. أين الطريق إلى الآثار؟ بهذا الاتجاه. بالتأكيد، وهذا يشير إلى موضع الآثار، وذلك هو الطريق المؤدي إلى الكنز. فلفل لا يعجبه قولك. أنا متأكد، فانفه لا يخطئ ويجب أن نسير بهذا الاتجاه. أنت على حق. انظر، هناك من سبقنا. لابد أنه بلوتو. لن أسمح له أن يفسد ما جئنا من أجله. أمضيت عمري هنا أرحب بالضيوف وأبعد اللصوص عن الآثار، ولكنني لن أتعب أبدا. يريدون كنوز كليوباترا، وماذا يعرفون عنها؟ بدأت أشعر بالجوع والعطش الشديدين. دعنا نستطلع تلك المنطقة. الأشجار تعني وجود الماء ووجود الأشخاص أيضا. هيا أيها الجمل. جوهرة ضخمة. لا أظنها جوهرة. لا، لابد أنها لكليوباترا. لم نأتي من أجل هذا، بل جئنا من أجل كنز كليوباترا. انظروا هناك. عجيب، إنه بلوتو.
ماذا يفعل بلوتو هناك؟ ومن هذه المرأة العجوز الواقفة إلى جانبه؟ حسناً، يجب أن لا نضيع الوقت. أنا أعيش هنا وحدي، هل أنت أحد مهتمين بالبحث عن الثروات؟ ما تقولينه غير معقول، ثم إنني عالم أثار. كلهم يدعون أنهم علماء أثار وأنهم في مهمة رسمية. ولكنني أعني ما أقول، أتيت في مهمة رسمية. ولكن علماء الأثار أقوياء بحكم عملهم الصعب، أما أنت فلا يبدو عليك ذلك أبدا، أنت لا تستطيع رفع نملة. أنا لا أستطيع رفع نملة؟ ماذا؟ ولكنني لم أصدق بعد. أنا أقوى مما تتصورين. لن ندع بلوتو يطرد طريقنا. انظر، الجمجمة الصخرية الضخمة، الكنز هناك. أنا وصلت قبلكم. ولكنه اتفق معي أنا يا بلوتو. نعم، الكنز لي. مجموعة جديدة من اللصوص في زيارتنا. نحن لسنا لصوصا يا امرأة. هذه الكرة لي أنا، هيا كن لطيفا وأعدها لي بسرعة. باباي انتبه، لأن هذه العجوزة ستضربك. لتفعل وسأجعل الفلفل يلتهمها فهي لا تعرف قوتها. أيها اللص، هيا أعدي الكرة لي بسرعة، إني أكرهكم يا لصوص الآثار، أكرهكم. نحن في مهمة رسمية. هيا اذهبوا بسرعة من أمامي الآن. لا أريد أن أراكم. لقد رأيت الكنز، زيتونة، لابد أن هناك ما كنا نبحث عنه. أوه باباي، هذا مركبكم يا باترا. إذن أنت هو البحار الدائع الصيد باباي. أوه لا يا باباي، يبدو أن المكان غير آمن وأنت لا تحمل السبانخ. أدخل يا باباي. لا لا تفعل ذلك. من يقوم بمهمة ما يجب عليه متابعتها، ثم إن فلفل شجاع بصحبتي. كيف وصلت إلى هنا؟ يبدو أنك خالفتني ودخلت إلى هنا قبلي. نعم، هذا ما حصل ببساطة. لن أدعهم يهنؤون بالكنز، سأزيح الصخور. كيف دخل الماء إلى هنا؟ أحدهم فعل ذلك، لابد أنه بلوتو. نستطيع أن نخرج من هنا. لو كان لدي علبة من السبانخ. ما رأيك أن تحاول بهذه؟ سبانخ مجففة. حسناً، سبانخ مجففة، المهم سبانخ. إنها تفي بالغرض. رين. حسناً، الجميع إلى المركب. والآن أين الكنز؟ إنكم تنظرون إلي. كف عن المزاح، هل تسمي هذه كنوز؟ لا أرى سوى ألواح فخارية وأوراق وكتابات على البرد، لا أفهم شيئاً. نعم، إنها كنوز رفيعة المستوى، مذكرات كليوباترا، النسخة الأصلية. باباي، انظر، الشمس تغيب فأرواها. شكلها الجميل يجعلنا نشعر بالارتياح بعد عناء نهار كامل. لولا سبانخ كيلوباترا لبقينا في الحفرة. شكرا لك كيلوباترا. لماذا يا باباي؟ لماذا دائما أنت الذي تكسب؟ لماذا؟ يوجد الكثير من الطعام لكنه ليس طبيعيا. شراب مركب، الكثير من الحلوى، ومزيد من المثلجات والكعك بالسكر. وبعد الغداء فإن بعضها لا يضر، ولكن الكثير منها يقضي على أسنانك. لماذا لم تخبرني؟ لا تكثر من الحلوى كي لا تؤذي أسنانك. اسمع نصائح باباي. انتظر، قلي، ألم تنسى شيئا؟ عما تتحدث بالضبط؟ الخوذة مثلا، وحمي الركبتين والكتفين والحذاء. طبعا، شكرا. أخذ الاحتياطات مسألة ضرورية. يا إلهي،
الشارع ليس مكان للتخلج أبدا. للشارع لا تلعب، الحديقة هي الأنسب. اسمع نصائح باباي.